أشرف الملك محمد السادس اليوم بحي تشارك بمقاطعة سيديمون من بدار البيضاء على تدشين مركز لطب الإدمان الثاني من نوعه الذي تنجزه مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مستوى المدينة. ويعكس هذا المشروع الذي تطلب إنجازه استثمارات بقيمة 6.5 مليون درهم العناية الملكية بالشباب وحرصه على حمايتهم من كل انحراف أو خطر مجتمعي وخلق المناخ الملائم لتحفيز مشاركتهم الفعالة في الحياة المجتمعية. ويندرج هذا المركز الجديد الذي يعد آلية ناجعة للعلاج والتحسيس والتشخيص والوقاية والمصاحبة النفسية الاجتماعية في إطار البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان الذي تنفذه تطبيقا للتعليمات الملكية مؤسسة محمد الخامس للتضامن منذ 2010، وذلك بشراكة مع وزارتي الصحة والداخلية. وبمقاطعة عين الشق أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مركز للعلاجات الصحية الأساسية الذي ستنجزه مؤسسة محمد الخامس بتكلفة مالية إجمالية قدرها 6 ملايين درهم. وينسجم إنجاز هذا المركز الذي يشكل جزءا من البرنامج السوسيو طبي للقرب بجهة الدار البيضاء ستات ل 2016-2020 تمام الانسجام مع الجهود التي يبذلها الملك والرامية إلى تحفيز ولوج الأشخاص المعوزين لعلاجات طبية للقرب ذات جودة وتسريع التدخلات في الحالات المستعجلة ومكافحة عدم انتظام المراقبة الطبية الدورية التي قد تتسبب في تفاقم حالة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. وسيستفيد من مركز العلاجات الصحية الأساسية بعين الشق الثاني من نوعه الذي تنجزه مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالدار البيضاء بعد ذلك الذي دشنه الملك في يونيو 2017 بمقاطعة سيدي عثمان ساكنة يتجاوز عددها 70,000 نسمة ومن أوساط معوزة.